أرادوا لنا كيف أرادوا لنا دخول المحاكمة اليوم يديروا لنا على أن نفشل شكل النضالي هذا. أكيد أكيد على أنه رسائلنا واضحة كيف نردوا ونشجعوا هذا المنع اللي مورس علينا، هذا التجريم اللي ممارس علينا من طرف هذه السلطات ومن المحاكمة أيضا، كيف نشجعوا يعني نحاكم هذا الأبطال أمام هذه المحكمة، محكمة الظلم والجور، لا لم يحاكموا إلا لقناعاتهم إلا لمواقفهم. أكيد على أن عدد مجموعة من المتدخلين وهون في هذا الشكل النضالي. نعطي الكلمة الآن للأخ منصور المشطوفي، يعني مصطفى المشطوفي ممثل للعائلات، فليتفضل. سامي الناس اللي تعرف الأخر ولا حد حتى محجوزات وعلاقة الناس المتهمة، هؤلاء ناس متهمين مفترضين لا ينطق عليهم قتلة لأنهم متهمين، المتهم بريء حتى كلمة إدانته، خاص احترام حقه في المحاكمة العادلة، احترام حقه حقه. إذا كانت ناس تحترم حق الإنسان ما يمكن الإنسان يستطيع حق عن حق. مبدأ تكتم على الديمتين عكس الدول الثانية، كيف نعرف الآن الربيع العربي والله ما يسموه الأمازيغ ربيع ديمتين، تم كشف نتاتهم الديمتين أشعر بتكبير المغرب وكبير وديه للسوء الجديد التي خارب المرحلة ينتقل من المرجعية التقليدية للمرجعية الحديثة. هو دستور فارق من المستوى، هو دستور لا علاقة بالقانون، هو دستور جسدنا اليوم. ناشطون المكفوفين في أمة المناطق الصحراوية المحتلة ينازعون عن أجل هذا المحتل اليوم في سلا. نحن نطالب المتقين السياسيين الصحراويين جميعا يطلق سلاح بدون قيد أو شرط. نحن تضامننا لا مشروط مع المعتقلين في ميزيك وجميع السياسيين الصحراويين، نتمنى طريق سلاحهم في هذا اليوم السعيد. هذو المناضلات وهذو المناضلين اللي ما خالعهم النوع من الهجوم ما هو مبرر ما هو إنساني، وهذا النوع من إغلاق القناعات ومحاكمة تتم وراء أبواب مقفلة لأسف شديد، ويتكلموا عن محاكمة عادلة، هذه محاكمة ليست عادلة، هذه محاكمة تجري وراء أبواب مغلقة، هذه محاكمة لا تتوفر فيها شروط العدل أبدا. إذا هذه تتم لسابقتها، ولعت لولا كانت مرفوضة من هيئة قضائية مغربية قالها المجلس الأعلى، حتى هذه أيضا اليوم مرفوضة لأنه ما فيها شرط العلوية، ما فيها شرط العلوية. هذه محاكمة ما هي عادلة. هذا الشباب اللي اليوم في المحكمة، هذا شباب معتقل يواجه آلة جهنمية، سلبت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية أيضا. هذا الشبان اللي اليوم عاد لهم أكثر من 6 سنوات
وراء القطبان عايدين نتيجة يعني أحكام جائرة ضدهم مرقوا من العيون ما هو في العيون خرجوا 12 كيلومتر على العيون وبناوا خيام وقالوا احنا أكبر تجمهر احتجازي في العالم خارج المدار الحضري هذه الشهادة شهدها عليهم أكبر مفكرين هذا نعوم تشومسكي الابن الأمريكي هذا نعوم تشومسكي يقول علينا الناس خرجوا مرقوا من الديار يحتجون على ماذا؟ على نهب الخيرات خيراتهم انتهبت على ذا النوع من التعامل السيء السالب للحريات والسالب للحقوق يا مس المحكمة الأوروبية يا مس المحكمة الأوروبية تذكر المغرب بأن الصحراء الغربية لا هي داخلة أسلاود الناس يحانوا هذه الهيئات الحقوقية الدولية المتينة هذه أمنيستيات الراسيونال وهذه هيوم رايتس واتش وهذه الجمعيات الحقوقية المغربية الشريفة أيضا التي نشد على أيديها هذا المناضلين المغاربة الشرفاء نشد على أيديهم وهذا اللي يقولوا على أن المحاكمة السابقة محاكمة جائرة ويقولوا اليوم على أنه لا معنى لوجود هذو الناس وهذو المناضلين وراء القضبان لا معنى له لماذا؟ لأن محاكمة النقل والإبراء وهذه المحاكمة في المغرب في الأساس ما هي درجة من درجات التقاضي هذه محكمة تقرر في قانونية الحكم السابق وهذه المحكمة قررت بأن الحكم السابق لاغي بأن المستندات القانونية اللاغية ما هي خالقة هذا هو ما هي باغي تفهم ذي الناس هذا هو ما هم باغيين يفهموا وصحافتهم كذلك تكرسوا بمعنى أنه ناس لاهية في تكريس المغالطات للشعب المغربي الشقيق إذا احنا نعزف على مستوى الإعلام نرى إعلام مجنون إعلام مجنون صاب جام غضبوا على شوي من الصحراويات والصحراويين ما هم خالقين إعلام مجنون وهذو الناس مجانين احنا الصحراويين تبقى منا مرة واحدة وهو سمك فيه احنا الصحراويين يبقى منا شيباني واحد لا يهتم يسقي احنا ما له تخلعنا بالجموع ولا له تخلعنا الاحباس بين اللي رينا من الوين بين اللي رينا من الاحباس لا بين اللي رينا من الاحباس العلني السمنه والسني ومعانا بعضنا اخوات اللي تخطاهم من الاحباس السنية هون في مدونة وفاكتز وفي غيرها معناه انه هذا الشعب مجرب كل الوسائل هذا الشعب الصحراوي محصن محصن ضد كل أشكال الاضطهاد وكيف ما كانت الأحكام بالنسبة لنا هي أحكام جائرة لأنها تمر وراء أبواب مغلقة بها ما هي سامحة الناس تشاهد الأحكام بها ملي لو كانت أحكام عادلة كان يجب أن تصدر في الأصل كان يجب أن يطلق في الأصل صراحة الناس هذو الناس متواجدين بشكل غير صحيح تم اليوم بالنسبة لنا احنا اثبتت كل القرائن والشواهد الفاتية لانه هذو ابنائكم هذو ما فيهم مبناد مجرم ما فيهم واحد ثابت ضد القتل او اشكال العنف اللي يدعيها البعض ابدا هذو ناس اللي اشوف الصديق كانوا يعني متواجهين مع آلة قمعية لا بد لها تقبل حد وتسجن في السجون نهجم عليهم ما هجموا على حد نهجم عليهم الطيران وبالقوافل يعني عسكرية وبأشكال الأسلحة نهجم عليهم خالقين ضحايا صحراويين سقطوا ذاك النهار ما قد تكلم عنهم